لعبة ببجي إحدى أشهر الألعاب الجماعية في العالم وأكثرها اهتماماً بالواقعية من ناحية الأسلحة وطرق التنقل، تسمح لمئة لاعب باللعب بشكل فردي أو فرق وقتال بعضهم ضمن مواجهة بين الجميع. اللعبة التي سرقت عقول مستخدميها وصل تأثيرها إلى حد تأليف أغاني لها واستخدامها في المناسبات والأعراس. إحنا بسعد البطي الأولى بالصدارة، نداء للجميع أكو عرب بالطيارة، ركبت مع ناس جوا طيارة حربية شلت شباب وبنات عددنا كانية. ولما تحمله هذه اللعبة من طابع عسكري، اتخذت قيادة الجيش قرارا يمنع تحميل هذه اللعبة، إذ يمكن أن يتكون الفريق من عدة أشخاص من أي بلد نحو العالم ومن بينهم العدو الصهيوني. رغم ذلك تبقى لعبة ببجي أكثر متعة وتسلية، فإمكانية المحادثة الصوتية برأي محبي الألعاب القتالية تجعل الأمر أكثر مرحاً.